السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساوش تديروا إعجاب بالفيديو وتشتركوا في القناة باش تشجعونا باش نستمروا في المزيد إن شاء الله، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في حصة جديدة. هاد النهار غنشوفوا لاصوص بولونيز، يعني صوص ديال الكفتة ولا ديال اللحم ديال الفيلي. لي زانغريديون بوغ 8 باكس، يعني المقادير لثمانية أشخاص. غنحتاجو إما الفيلي إما الكفتة 500 غرام، 80 غرام ديال البصلة، 80 غرام ديال الخيزو لي كاروت، 160 غرام ديال لي طوماط، 40 غرام ديال طوماط كونسونطري طماطم مركزة، و 50 سنتيلتر ديال لو فون دو بغان دوفو ليي، ان بتي بوكي ديال المعدنوس، واحد جوج سنين فات ديال الثومه. تكنيك دو بريباراسيون، يعني طريقه التحضير. اول حاجه كنسيزليو لي زونيون. هذه الطريقه كيفاش كنديرو سيزليو لي زونيون، ديجا شفناهم في فيديوهات سابقه. كنخليو النباته كما تلاحظوا ما كنقيسوهاش، ما كنوصلوهاش بالموس كما تلاحظوا. كنضربو بشكل عمودي، من بعد بشكل افقي، الاولى الثانيه الثالثه على حسب لا غروسور ديال لونيون، ومن بعد كنيمانسي ورقيق، وهنا كتسمى هذه سيزلي. من بعد كنمونديو لي طوماط. شنو هي مونديو لي طوماط؟ هي غنقشروهم بطريقه اقتصاديه. دونك كنقبطو كنحيدو البيدونكول، هذا النباته سميتها بيدونكول. من بعد كنديرو انسيزيون لتحت كومسا، العكس ديال المطيشه من لتحت، باش كنديرو الباب والنافذه، الباب والنافذه من لتحت. كنقبطو واحد الماء مغلي من فوق النار، وكنديرو مطيشه ديالنا فواغ واحد 16 ثانيه حتى 20 ثانيه على حسب لا ماتوريتي ديال الطوماط، على حسب النضج ديال الطوماط. من بعد ما كدوز داك 20 ثانيه كنقبطو كنديروهم في الماء بارد، كنكونو موجودين حدانا الماء بارد وكنقبطوهم نديرو في الماء بارد. ومن بعد كما تلاحظو كنقشروها بطريقة اقتصادية، هذه كتسمى موندي لي طوماط. من بعد كنكونكاسي لو طوماط. كونكاسي لو طوماط هي غنحيدو لا الزريعة ديالها، ومن بعد غادي نقطعها تقطعات صغيرين بالموس بحال لي مقاشية ولكن بالموس. من بعد كنربيو لي كاروط. كاين اللي ما كيبغيش يدير لي كاروط، ولكن كيجي هائل مع وكتسمى بحال درنا الكارنيتو اروماتيك. كنقبطو لافيوند اشي ديالنا ولا البتي فيلي الا كنا نقطعوه رقيق بزاف صغيور، وغادي نسيزيوه، يعني غنسوطيوه فيبمون، غنسوطيوه بزربه كتسمى سيزيغ. كما تلاحظوا بهذا الشكل، وانا كنضرب من الفوق بالفوي بحال هكذا باش كيتفكك الجزيئات ديال لافيوند. من بعد ما كنسيزيوه كنديروه في واحد الطبسيل. في نفس الكاسرونه اللي طيبنا فيها اللحم او اللي سوطاني فيها اللحم، غادي نسيو فيها لي زونيون. غنشحرو لي زونيون اي لي كاروت. حنا كنشحرو لي زونيون، بعد ما تهبط لي زونيون واحد شويه نزيدو لي كاروط رابي ديالنا. هذا قلنا اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديرش لي كاروط، ولكن هما كيجيو زوينين بلي كاروط. ومن بعد كنزيدو عليه هذاك لافيوند اشي
اللي هو ديجا صوتيناه. كنخلطو كلشي. بعد كنديروا شويه ديال الثومه عاشي وشويه ديال الطوماط كونسونطري، كنطلقوهم واحد شويه كما تلاحظوا. وكنخلطوهم مع لونسومبل ديال لا بريباراسيون. واحد شويه وكنزيدوا لي طوماط كونكاسي اللي وجدنا ديجا. كنمويو افيك لو فون براون دو فوليي، يعني كنمويو بالمرق البني ديال البقر، يكون ملي يعني يكون فيه شويه ديال لافارين، يكون معقد شي شويه. كنديرو لا سيزونمون، ملحه والبزار وشويه ديال الفلفله حمراء. ومن بعد كنديرو شويه ديال الازير وشويه ديال ورق سيدنا موسى، كانت الزعتر نديروها حتى هي، سينو نديرو البوكي غارني يعني الباقه المسيمه الا كانت واجده عندكم، وجدوا ديروا الباقه المسيمه. وكنطيبوه فواغ ان ديزاين دو مينيت، واحد 10 دقائق الا كان اللحم، كنزيدو نطيبوه شويه. لاصوص بولونيز اي بريت، دونك وصلنا لنهايه الفيديو. بون ابيتي. كنشكركم على المتابعة، أتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. نتلاقاو في الحصة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.